يسمونه نفسه اذا تحط مقابل البحر الى قيمه لا ما الى قيمه الى قيمه شنو قيمه هذا الرذاذ؟ يقول كل اعمال البر هذا الرذاذ امام من؟ امام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ماء البحر. اذا شوفوا اهميه فريضه الامر بالمعروف والنهي شنو؟ والنهي عن ذلك كون تتضافر الجهود جميع النساء رجال من اجل ماذا؟ من اجل ان يامروا بالمعروف وينهوا شنو؟ عن المنكر. بعد يامرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيمون الصلاه. قامت الصلاه. الصلاه عمود الدين. لاحظ الصلاه عمود الدين، من اقامها اقام الدين، خاصه اخواني الصلاه في اول وقتها. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإنسان صلاة أول الوقت وهي مهمة للإنسان، لأن هذه الصلاة دليل التزام الإنسان وعشقه للقاء الله عز وجل. الصلاة إنما سميت صلاة لصلة العبد شنو برب الإنسان من خلالها يتصل بالله جل وعلا، واي شيء اثمن من الاتصال بالله عز وجل. يعني لو كنا مؤمنين حق يعني حق الايمان، اكو شيء اثمن من الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ انك تكلم الله. الباب مفتوح. شوف انت لو الان تريد تقابل مدير البلديه، قابل نائب بالبرلمان، ايش قد تاخذ مواعيد؟ بيطلعك مواعيد، وكون انت تحضر الموعد وقت ساعة معينة يوم معين. لكن الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى ما يحتاج لا موعد ولا لقاء ولا ولا ولا، كلها ما يحتاجها. ما ان ترفع يديك حتى ينفتح الباب بينك وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الله. أكو أثمن من هذا؟ على كل حال إخواني ما أحب أزعجكم، جزاكم الله خير. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. صلوا على محمد. تقدموا تقدموا اكو مجال اكو مجال الله يبارك فيك اكو مجال تعال حتى انا اقرب للمنبر احسن لكم ابرك ان شاء الله. يلا جزاكم الله خير. ثانيا غفر الله لكم. اللهم صل على محمد. زين يا مولانا، فالصلاة صلة العبد بربه. صلاة عنوان المؤمن، صحيفة المؤمن، قامت الصلاة، خاصة الصلاة. أنا ما أقول، أقول الحمد لله الآن ما أقول الناس ما يصلين يعني ما تصلي، لكن المفروض بالمؤمن أن يحافظ على أوقات صلاته. ما أقول الآن إذا أقول، لأن القرآن من حذر ووبخ، ما وبخ عدم المصلي، ما وبخ الغير الذين لا يصلون، وإنما وبخ الذين يسهون عن صلاتهم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. أكو بعضهم ما يهمه بأي ساعة يصلي بأي وقت يصلي، مو مشكلة عنده، يعني يعتبر مثل الفرض سقط يعني. المفروض الصلاة تكون لها دور في حياة الإنسان. شوف أنت، احنا ان شاء الله ياتينا غدا، شوفوا مسلم سلام الله عليه لحظات الاخيره طلب من قاتله جن ان يمهله ان يسلم. الحسين علي اصحاب الحسين عليه السلام في ساحه كربلاء ماذا؟ صلوا. قال رحمك الله ذكرت الصلاه، نعم هذا اول وقتها. غير مهمه اذا الصلاه في اول وقتها في ساحه المعركه. زين، وهكذا حتى اولاد مسلم، اولاد مسلم نقرا في خبرهم شنو قالوا الى جلادهم والى قاتلهم؟ قالوا له امهلنا نصلي لربنا. شوف قد مهمه الصلاه.
هاي الصلاة هي اللي وفقتك للشهادة. الصلاة والمحافظة على الصلاة في أول وقتها هي التي وفقتهم. لذلك الإنسان حتى من يعمل عمل معين أو يقوم يحط حساب الصلاة، لا تفوتك أن الصلاة خليها خارج حساباتك. المهم يعني أكو بعضهم ما يهمه، المهم يجي وقت قبل لا تغرب الشمس بدقيقتين بخمس دقائق، ها توضع السريع وصلي. لا، الصلاة كل واحد يحافظ عليها. الصلاة شنو؟ في أول وقتها. إذا صلاها الإنسان في أول وقتها رفعت بيضاء نقية طاهرة، يقول تدعو لصاحبها، يقول اللهم حفظني فاحفظه. لكن إذا هذا صلاها كلش بتعارك ويا برص الشمس، إذا صلاها زين على كل حال، هاي صلاة الصبح من الخسائر يعني، هاي صلاة الصبح من الخسائر زين. هاي يقول ترفع تصلي هو ترفع سوداء سوداء، تقول له اللهم ضيعته كما هو مصلي، لكن الصلاة تدعو له، تدعو عليه، تقول له اللهم ضيعته كما ما صلاني من أول وقتها زين. بعد يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذا التكافل الاجتماعي المهم إخواني بإذن الله. إحنا ضروري إخواني، شوف الصلاة جناح الاتصال بين العبد وبين ربه. الجناح الثاني دائما يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة. الزكاة الجناح الآخر اللي يربط المجتمع بعضه بالبعض الآخر، وهذا التكافل هو سبب رحمة الله علينا. من نتكافل الله يرحمنا، بعض يرحمنا الله. لذلك إخواني التكافل مهم أن نتكافل. ترى الحمل كل ما يكون ثقيل، إذا تضافرت الجهود تكاتفت الأيدي، هذا الحمل ينهض به. زين، الإنفاق في سبيل الله، شوفون القرآن في آيات كثيرة يذكر الإنفاق بإسهاب، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. شنو؟ في عجيب هاي، تحارب الحرص وحب المال. إذا ما أنفق في سبيل الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. شنو؟ إذا المال إلك للأرض، ها؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء شنو؟ إذن هذا مالك لو مال الله، ها؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله أعطانا ولاية على المال. المال مو إنه مثل ما أنا اليوم أطلع الآن أموال أعطيك إياها، أقول لك استفيد من عندك بس تعال رجعها لي، ها؟ أنت هذا المال إلك؟ لو إلي، ها؟ إلي، لكن أنا أعطيك جبتك إجازة بالتصرف. الأموال إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لكن الله سبحانه وتعالى وعد كل من ينفق درهم الله يعطيه 70,000 درهم. درهم. نعم، هذا أي بنك الآن يعطي هذه الأرباح. عشان الناس شوفوا تتكالب على البنوك، البنك يعطي 12%، البنك يعطي 14%، وشون نسيت. الله يقول مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع في كل سبلة، والله يضاعف لمن، إذا الحبة ب700 والله يضاعف لمن يشاء. زين، أكو ربح هيجي يعني 700 ضعف، ها؟ أكو واحد حط درهم الآن كل واحد من عندنا، لو أن بنك من البنوك قال يابا اللي يحط له دولار نعطيه 700 دولار، أسألك بالله، مو حتى الملابس الناس اللي عليها تبيعها وتحول فلوسها وين؟ بالبنك. يقول لك عم يبقى عريان بس كل درهم كل دولار 700 دولار، وين هاي؟ فين أكو ربحك؟
وبعد الله يقول والله يضاعف لمن يشاء، لكن شوف احنا ايش قد ايماننا بالاخره. الله جاي يقول مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله جامع عندنا. ها انا اتذكر صار في المنطقه في ايران، والله اتذكر قالوا لنا يطلعون هاي ارباح سريعه بعضهم دليل على كلها. ظلوا تالي مولانا تالي والله يعني عجيب، يعني طلعت اموال ما بشوفها. ها جد وكله على كل عليه شيء يعطي ارباح، شنو ارباح كبيره جد طلعت اموال عجيب، حتى امهات اموال ام الخضرة وام الجبن وام الكذا ماكو، ظلت ماكو تبيع الهدوم عليها وتحولي شنو. والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك اخواني القران الانسان اذا اراد ان الله يبارك له في ماله يبارك له في رزقه عليه بالانفاق، خاصة بالإنفاق في سبيل طريق الحسين عليه السلام. بعد هذا في خصوصية يجي قول الصادق عليه السلام يقول ينفق درهم في طريق الحسين عليه السلام كأنما أنفق 10,000 درهم في غيره. صلى على محمد وآل محمد. ينفق درهم في طريق الحسين عليه درهم واحد كأنما أنفق 10,000 درهم في غيره من سبل الخير. ليش؟ لأن لولا الحسين ولولا معاتب الحسين ولولا هذه المجالس لما بقي الدين، أصلا دين ما تصور. يعني تصور الآن شنو اللي حفظ التشيع؟ التشيع حرب من أول ما غمضت عينها رسول الله، شنت الحرب على التشيع وإلى يومك الحروب تشن بأبشع صورها على التشيع وعلى المذهب. زين من اللي حفظه؟ من اللي حفظه؟ الحفظة الحسين ومجالس الحسين. الحفظة هذا الشعار لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. وكان الذي حفظ الدين هذا الشعار. هذا حفظ. وإلا الآن هاي الهمم التي شحذت وراحت تقدم أنفسها قرابين في سبيل المذهب الدفاع عن الوطن. إخوانكم في العراق ها؟ هذول شو اللي دفع؟ ها؟ شو دفع؟ فحم روح الحسين. لولا المجالس ماتت الناس اصلا، ما اصلا الامه ميته، امه ميته خاويه على عرشها. شايف انت؟ لكن بركه شنو؟ بركه مجالس. لذلك اخواني الانفاق وخاصه في طريق الحسين، والله كل من ينفق في طريق الحسين ويعطي في طريق الحسين بس الله ورسوله يعلم بمنزلته. ها؟ يعلم بمنزلته. بالدنيا الذكر الجميل، الثناء الجميل، وفي الآخرة مع الحسين وآل الحسين عليه السلام. سلام بالله. كل شيء دين بدين؟ ما نقول كل شيء دين بدين وهذا الجزاء والإحسان إلا؟ سلام بالله. إذا كنت للحسين تقول خلاص ها؟ الحسين ما لتهلك؟ ها؟ إلا اللهم شكك بعد، أنت عقيد كل واحد عقيد، لكنه هذا أنت لما تكل لما أنا اليوم أشيل لك مبلغ وأشوفك محتاج وأعطيك إياه، نفترض على سبيل المثال مثلا يقرب من جيبه بعد من جاب، أنت تقول والله جميلة شلون أرد الجنس اللي عندك أضعاف مضاعفة، أسألك بالله الحسين عليه السلام اللي تحنن على علي بن الطعان المحاربي، تدري علي بن الطعان المحاربي شنو؟ إجا عطشان هذا وين جيش الحرب؟ إجا عطشان كافر عطش زين إجا الحسين شافه هذا من كثر العطش غارت عينيه. الحسين عليه السلام قال له اخلف انخ الراوية ما عرف عطشان، اخلف السقاء ما عرف. نزل الحسين بيده عليه السلام طكس الراوية واشربه الماء بيديه الكريم. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين أسألك هذا علي بن الطعان المحارب زين ايش سوى الحسين هذا يوم عاشر؟ هذا الحسين لما وقع يجود بنفسه صنع له وسادة من التراب، ينظر إلى عائلته الحسين، تدري عين على عائلته الحسين غيور صلوات الله عليه، ومع ذلك الحسين يطلب الماء يقول له اسقوني ماء وحق جدي رسول الله إني عطشان. إجا هذا علي بن الطعان المحارب أخذ حجر ضرب به جبهة الحسين عليه السلام فسالت الدماء على عيني. أسألك بالله أنا مو قصدي طيارة بوريس،
هاي نروح الأم البنين عليها السلام هي اللي قالتها لي أنا. أسأل لك بالله هذا الحسين الجازي هذا علي بن طعان المحارب اللي ضربه راح يضربه بمنع عن رؤية عائلته سقال ما بيديه الكلمتين. أسألك بالله أنت اللي تنزل وتحضر ها وتمشي وتلطم ها زين أسألك بالله هل من المعقول أن الحسين ينسان؟ أبدا لا والله لا سقيت عداك الماء منك تحننا بأرض فلات حيث لا يوجد الماء فكيف إذا تلقى محبيك في غدا عطاشا من الأجداد في دهشة الأجيال أبدا يا أبا عبد الله سيدي مولاي لا تنسانا مولاي أبا عبد الله بحق أمك فاطمة عليك هنيئا للباذلين هنيئا لل مقدمين لأنفسهم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله جزاكم الله خير جزاء المحسنين قدموا وهاي نموذج ناخذ نموذج بالتقديم والعطاء وهي أم البنين عليها السلام. شوف هذا الذكر اللي الآن الذكر العظيم أمير المؤمنين كم مرة عنده كم مرة أمير المؤمنين عليه السلام لكن ليش تميزت أم البنين عليها السلام من سائر نسائه أمير المؤمنين لأنها ضحت بكل ما تملك من أجل الحسين. هاي المنزلة اللي حصلت عليها أم البنين إنما حصلت عليها ليش؟ لأن ارتبطت بالحسين عليه السلام لأن ضحت بكل شيء من أجل الحسين عليه السلام. اتقل أنا بالأربعة ضحت يا حسين فدوه لك أبا عبد الله أنا بالأربعة يا ضحات يا حسين يا ين أو سالم ترد ظني إجي بن حذلم يخبرها يقولها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بفلان عظم الله لك الأجر بفلان عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة بن فرد العباس شو تقول له لسان الحال تقول له ما يا نشتك عن الأولاد هي قلبك اللي عنده حاجة ليلة الحوائج يا الله يا أم البنين كلنا أصحاب حوائج يا الله ما نشدك عن الأولاد يما أنا نجدك عن عزيزي ولب الفار يما يا عاد حسين لو يقعد عاد يما ما يا عاد حسين لو يقعد عاد اي قل عظم الله اجرج بالحسين يا غدب وادي الطفوف بغير تكفين اولف السجاد بضعون النساوين ونصب برا المدينة لهم مخيم يقول هرولت ام البنين عليه السلام هرولتها وكان طفل على متنها تقول انا ما وليت لولاد الميامين انا ما وليت لولاد الميامين ولا عليهم سالت دمعة العين لجين بجاي وني سنين اسمعها اسمعها لجين بجاي وني سنين والله جي طاحوا كسروا ظهر الحسين يا جي طاحوا وكسروا ضايا جاري على البايا يا 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 قلت لها لا تدعي امرأة تدخل علينا إلا امرأة
سويت كما سوينا. ما تريد زينب، تريد بعد شامي انت، او شامي تتشوق زينب لين شبعت زينب من الشماتة يا جماعة. اوقفت جارية على الماء يا عياب، منعت ام البنين ان تدخل، قالت سيدتي منعتني ان ادخل امرأة عليهن الا امرأة سويت كما سوينا او فقدت كما فقدنا. قالت لها ويحك امضي اليها قولي لها ام البنين على البايا. راحت الجارية قالت لها سيدتي اكو امرأة تقول انها ام البنين، واذا بزينب قامت مع الالام اللي بيها. والله صعيت يا الفواطم فكن الباب. الله يرحمها لعمرتك يا الله يا الله يا فرج الله. فكن الباب يا عياب جد شريكتنا بالابصار استقبلنها. والله يا ام البنين ونسل الاضياف وراحوا لها اولاد اربع حسام. والله لفيت لفيت ام البنين بضلع محني. والله تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابن مصيبتك بجاية يا تدار عاد هنا. زينب استقبلت ام البنين شدق لها انت وياها اما صاحت واخا وعباس يا واما ام البنين صاحت وولداه وحسينا. قعدا عادي قعدا وشايف مرأة تقابل مرأة ومسكولة تقابل مسكولة. شو اللي قلها برضه اللي قلها؟ الله يرحم الشاعر هذا هو ينبض بصورة حلوة. أنا جديك أنا جديك على راعي المحنة يا أبو فاضل. أنا جديك على راعي المحنة يما سوى الخوادم النخم. والله أدري شجاع وبيخ ظن وأدريه ضرب السيف فنه يما. والله لو ما راضين عنه والله لروح الكربلة وحاتمن بعد بعدها. والله لروح الكربلة وحاتمن وحليب الرضع تلخر من. شو تقولها؟ تقولها لا يا يما اش تقولين والله ثلث تنعام من نخوة الطيبين. والله يما يا بذلها وكل مواجههم دون الحسين وقفوا سور ما دون المخيم. لكن اذا تريدين اخبرك عن ابو فاضل والله شكليك عن ابو فاضل وخبرك ايج وقرعين نفعل ومشرك. والله مثل حملات حيدر حمل شبرك يا مخلى الغاضرية بحايا وصية وصاني بها ابو فاضل. ها عند سمحك اياها شنو وصية ابو فاضل؟ قال يا زينب يا ضوى العين خويا الارض المدينة من تردين اريد على امي تسلمين. والله لو شفت امي ام البنين اريد على امي تسلمين.
ترى امها تحب واحد يسلم عليها، ابو فاضل بار بوالديه بار بامها. اي والله يا زينب يا يضوى العين خويا، لو ارض المدينه من تردين خويا، لو شفتي امي ام البنين اريد على امي تسلمي خويا، ولو ردتي عن الصار تحجيني يا خويا احجي لها بس لا تقولي. شو تقول بالله؟ ابنيك وقاع مقطوع يدي، تتأذى أم تتأذى يا الله. اي والله قولي وقف ما دون الصواوين الصواوين، خلي شوية شيل راسها أمي أم البنين يا الله. وقف دون الصواوين وضحى النفس عباس الحسين، قد تونس والله، وضحى النفس عباس الحسين وخلي بجيها بس على الحسين، ما ريتها تبجي علي بس على الحسين تبجي، وخلي بجيها بس على دعاء. خلينا يوم البنين اتقل لي يما يما يا ابو علي يا يما يا يما يما، الناس الناس يما الناس كلها تريد الاولاد الاولاد، وانا العينك بعدهم يا ابو السجاد، والله بس كون سالم للوطايا يا 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 سالم ترد سالم للأوطان، وأقول بيك جرح الأربعان. اي والله يما لو أدري بحليبي هالوفا جايان، بعد ربيت لك يا حسين خوان، ايه بعد ربيت لك يا حسين الدعاء. يا عاد ام البنين هنا التفتت تفقدت ما شافت رقيه، قلت الزينب يمك يا رقيه ما شفت خير، وين مال الحوائج يا الله. يما رقيه رقيه يا يما ما شفت خير، يما العليل العليل يا حدوب تسألني على خجل، تقلها اخاف يا يما من المصيبة معرفتها. بيت الدعاء اريد ان من عندك ها صيحة من اعماق قلبك يا الله، تقلها لا يا يما يا بالغربة تفلت، أين المنادي ومظلومته، أين المنادي وغريبته، لا تدعي ويا الريح ويك أم البني، بأم البنين يا الله يا الله يا الله.
اخواني ما اتصور واحد بالمجلس ما لازم حاجته من ام الله. يعني هذا اقوله على يعني على مستوى القط، ماكو واحد لانه ما حد توجه الى الله بام البنين ورده الله جل وعلا. وهذا عندما لاتصالها بالحسين عليه السلام. احنا هالليله مع هاي الدموع وآهات ام البنين على ولدها بحرقه قلب ام البنين على الحسين، بحرقه قلب ام البنين على الحسين. يا الله الهي فرج عن امام زمان، الهي اجعل قلبه الشريف راضيا عنا، اجعلنا ممن يدخل السرور على قلبه. اللهم وفقنا لخدمته يا الله. اللهم تقبل منا هذا العزاء واجعله مواساة له بمصابه بجده الحسين. إلهي لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم اكتبنا جميعا ممن خدم الحسين يا الله. اللهم وفقنا لخدمة الحسين واكتبنا في ديوان خدمة الزهراء والحسين يا الله. اجعلنا من الباكين والراثين للحسين عليه السلام. اللهم وفق العاملين في هذا المكان لأحسن التوفيق يا الله. وفق الحاضرين الكرام، احفظهم من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في ساحات الجهاد، ثبت أقدامهم. اللهم اهزم أعداءهم، شاف المرضى والمجروحين يا الله. اللهم وترحم على الشهداء بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن العاقبة، استر علينا وعلى ذرارينا بستر الحوراء زينب يا الله. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اعتق رقابنا من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ترحم على أموات الحاضرين والمؤسسين، أموات المستمعين، أمواتنا من مات على الإيمان. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.